مع الرئيس عندي استفسار بس أرجو الإجابة عليه من قبل الحكومة الموقرة أو من قبل الرئاسة إذا ممكن. إحنا أرسلنا إلى الحكومة في ديسمبر خطاب بإرجاع المشاريع والمقترحات اللي وصلت إلى الحكومة. الآن صار لنا شهرين إحنا في انتظار وصول هذه المقترحات. هل من سبب لهذا التعطيل؟ ولماذا يتعطل هذا الفعل يعني؟ طبعا نهاية المدة الدستورية القانونية 14 فبراير 2023، يعني لا زال عندنا تقريبا اسبوعين من الآن، ما انتهت الشهرين. لكن يعلم الله ان احنا من اول يوم استلمنا خطابكم سلمك الله، الآلية كيف نحن نتواصل مع الجهات، يعني القوانين تخص جهات عدة في الحكومة وزارات، فنحن نخاطب كل وزارة يكون تعطينا رأيها، ليس القضية ان الوزارة واحدة تعطي الرأي. اعتقد ان احنا نحتاج الى كثير من المشاريع اساس نناقشها معي مع الرئيس، احنا نحتاج الى كثير من المشاريع عشان نناقشها، لان اليوم الحكومه ما في مبرر ان تتاخر الى هذه الدرجه. فانا اريد اسمع جواب الحكومه على اساس اعلق اذا مو مقنع. سعاده الوزير تفضل. فالقوانين هذه كلها تقريبا اقل من يعني 20-23 وزاره لها اختصاص في مواضيع شتى، وأبشرك أن استلمنا كل الردود وأعدينا المذكرة في وزارة مجلسين ورفعناها إلى مجلس الوزراء الموقر. بإذن الله سمعتها الأسبوع القادم يكون الخبر عندكم إن شاء الله. فالموضوع في حكم المنتهي سلمك الله. شكرا.